همسة هذا الصباح هي صباح الكلمة. السلام للبنان وعزته وكرامة الإنسان فيه الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. لأنني أؤمن بأن لبنان بحجم المحبة، وأن المحبة بحجم الله، فلبنان باق إذا عرف كيف يحب. المجد للأطفال والزيتون والتراب، فكل طفل في بلادي صانع مجد وصاحب عبقرية، وكل غصن زيتون قصة خلاص وحكاية سلام، وتحت كل حبة تراب زنبقة وحكاية. هذا الموجز أعزائي، هذا الموجز الأدبي المعبر من كتاب عودة الفارس وقيامة المدينة للشاعر المؤرخ والباحث الدكتور جورج نقول الحج. وله أقول تحية لك، نعتز بكل كتاباتك الهادفة الملتزمة حياة الإنسان الثروة الحقيقية في هذا الوجود. جورج نقول الحج الشاعر الذي أبدع في محاكاة قضايا الإنسان والمجتمع، هو هكذا لأن شعره جاء تحفيزاً للهمم وقهراً للشر والفساد ولسموم الطائفية والمذهبية القاتلة. جورج الحج من جديد يؤكد بعد ترجمته لكتاب الكبير سعيد عقل إلى الإنجليزية، يؤكد أنه رائد الوفاء للعباقرة والملهمين. جورج الحج حكى في رسولية كلمته حكاية لبنان إن حكى When Lebanon speaks، فأكد خلود سعيد العقل في الريادة الفكرية لعبقرية سلام لبنان وعزته وكرامة إنسانه. ويؤكد أيضا المؤكد أن لبنان هو مصدر الإشعاع الفكري في محيطه وعالمه الصغير والكبير. ونعم أيضا لجورج الحج الذي لم توهن عزيمته جراحات الهزائم وإحباطات الاغتراب، فبقي أصيلا لا يساوم وشجاعا لا يهادن وناقدا لا يداهن وواضحا لا ينزلف، وبذلك كان نموذجا لوعي مجتمعي إنساني هو خميرة حضارة أخصبت وجدان الكون بقيم العلم والفلسفة والفن والإبداع. يا جورج، في ترجمتك لكتاب لبنان إن حكى لسعيد عقل أكدت أنك كلمة الوطن، الكلمة التنويرية التي نحن بحاجة لها في زمن اليوم، زمن المحن والصعاب، الكلمة التي تضيء ليل جهلنا وتخلفنا. التاريخ يسجل الأفعال. أيها الصديق الغالي، وكتاباتك حكايات بطولة واعية تفجرت منذ ربيعك الأول في منصورية عرينك من البطولة المؤمنة. بوركت، شكرا لوليدك الجديد، جاء خدمة لإنسانية الإنسان في هذا العالم. وصلني هذا الصباح رسالي
هي كلمة، هي غنية، وهي أكبر بكتير من هدية، لأنه قطعت المسافات من كاليفورنيا إلى ملبون، من صديق طفولي ترافقنا إلى اللانهاية. من جورج نقول الحج. وشو هي هالهدية؟ رح أقولها بهمسة مسائية وصباحية عبر صوت لبنان أستراليا ومنبر المواسم في دردشاته الهادفة. خدني زرعني بأرض لبنان، بالبيت يلي ناطر التلي، افتح الباب وبوس الحيطان واركع تحت أحلى سما وصلي. خدني على تلات هالحلوين، خدني على الأرض اللي ربطنا، انساني انساني على حفاف العنب والتين، شلحني على ترابات ضيعتنا. بواب العتيقة عم بتلوحلي وصوت نهورة ينده الغياب، وعيون عشبابيك تشرح لي صحاب عم بتقول نحن صحاب. وانطر وانطر شي ايد تسلم علي، شي صوت عم بيقول مساء الخير. خدني زرعني بأرض لبنان، بالبيت يلي ناطر التلي، افتح الباب وبوس الحيطان واركع واركع تحت أحلى سما وصلي. هذه الكلمات الخالدة هي صلاة، صلاة بصوت أيقونة المحبة، رفيقة طفولتنا وشبابنا كلنا، رفيقة حياتنا هون وبهالكون. فيروز، كلمات وألحان العاصي والمنصور اللي أنار اسمهما تاريخ الفن والموسيقى، المسرح والإبداع. بتذكر فيروز عطر الليل تنادي فخر الدين وهي تحمل السيف قائلة: قاطع مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بخلص لبنان. وكأني بجمال صوتها وعظمة كلماتها ترانيم وتراتيل تقال. في عودة الفارس وقيامة المدينة دون للتاريخ الدكتور الشاعر جورج الأولى الحج قائلا: السلام للبنان وعزته وكرامة الإنسان فيه الآن وكل أوان، المجد للأطفال والزيتون والتراب، فكل طفل في بلادي صانع مجد، وكل غصن زيتون قصة خلاص وحكاية سلام، وتحت كل حبة تراب زنبقة وحكاية. ولأمه في عليائها يقول: يا أمي، حين تصلي لا تصلي لأجلي بل لقيامة لبنان. يا أهلنا في عالم الانتشار، هنا وفي كل مكان من هذا العالم، العلاقة بين النحل والأزهار حوار دائم. ولا مرة كانت الزهرة إلا بمستوى الحوار. لازم نلتقى، لازم نحكي، ولك لازم نتحاور. لبنان الإشعاع الفكري، لبنان الكرامة ووقفات العز، لبنان الفداء والشهادة، سينهض كطائر فينيق ويعود إلى الريادة. يومها ينشر عهد جديد ترفرف فوقه أجنحة المحبة البيضاء، ويغمره نور
ليس من هذا العالم، نور ينهمر من الأبدية من وجه الله. وسعيد مبارك.